عاجل، جيش الكيان الصهيوني يعلن عن اتفاق مع الجيش المصري. ننشر التفاصيل وبيان عاجل من سامح شكري عن العلاقات الحالية مع أمريكا. ننشر أيضا التفاصيل. وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية واجتماع عاجل يتحدثان عن مخاطر كبيرة. وعاجل، مصر تعلن عن أحد أطول المشاريع من نوعها في العالم. وتفاصيل العثور على عروس البحر المهددة بالانقراض نافقة في مصر. وعاجل، بيان مهم جدا من الأرصاد بشأن حالة الطقس لجميع المصريين. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط أيضا على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لألف لايك أو أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معانا. وعاجل، مصر تعلن عن أحد أطول المشاريع من نوعها في العالم. قال رئيس الهيئة القومية للأنفاق في مصر عصام والي إن خط المونوريل سيصل طوله ل 97 كيلومتر، وهو من أطول الخطوط الموجودة بالعالم. وأوضح وإلى أن الدولة تنفذ في نفس التوقيت 3 خطوط مترو، كما أن هناك تخطيطا للبدء في تنفيذ الخط الرابع، إضافة إلى تنفيذ قطار كهربائي خفيف يقطع مسافات تصل إلى نحو 103 كيلومتر، إلى جانب تنفيذ خط المونوريل الذي سيبلغ طوله نحو 97 كيلومتر. ولهذا يعتبر واحدا من أطول خطوط المونوريل على مستوى العالم. ولفت إلى أن خط المونوريل سينقسم إلى جزئين، أولهما الجزء الخاص بمنطقة شرق النيل والذي يتكامل مع الخط الثالث من المترو في محطة الإستاد بمدينة نصر، ويخترق القاهرة الجديدة وصولا إلى العاصمة الإدارية. وأوضح أن الجزء الثاني من خط المونوريل يخص مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويتكامل مع الخط الثالث من المترو أيضا في محطة وادي النيل. وتابع الخطوط كلها بتسلم بعض، ويتيح للمواطن استخدام أكثر من وسيلة نقل معتمدة على الجر الكهربائي بدون استخدام لأي وسيلة نقل تقليدية. وأشار والي إلى أنه بنهاية العام الحالي ينتهي تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من مشروع خط القطار الكهربائي الخفيف، إذ أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ 70 كيلومتر بنهاية هذا العام. المصدر معنا كان من الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. نتمنى لمصر يعني أن تكون من الدول المتقدمة بإذن الله. نتكلم مع بعض الخبر آخر. وعاجل، جيش الكيان الصهيوني يعلن عن اتفاق مع الجيش المصري. أعلن جيش الكيان الصهيوني صباح اليوم الاثنين أن ضباطا عسكريين للكيان الصهيوني كبار اجتمعوا مع نظرائهم المصريين وناقشوا القضايا المشتركة التي تواجه الجيشين. وعلى حسابه في تويتر قال المتحدث باسم جيش الكيان الصهيوني أفيخي أدرعي، عقد أمس اجتماع للجنة العسكرية المشتركة لجيش الدفاع الكيان الصهيوني والجيش المصري، حيث تم تناول القضايا الثنائية بين الجيشين. وخلال اجتماع اللجنة تم التوقيع على تعديل الاتفاقية ينظم وجود قوات حرس في منطقة رفح لصالح تعزيز تواجد الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة. وأضاف لقد تمت المصادقة على هذا التعديل من قبل المستوى السياسي. ترأس وفد جيش الدفاع كل من رئيس هيئة العمليات في قيادة الأركان الميجر جنرال عوديك باسيوك، ورئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة الميجر جنرال تال كالمان، ورئيس لواء العلاقات الخارجية العميد أفي دافرين. المصدر معنا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وكان يعني أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الدفاع كان الصهيوني كان قد نشر يعني بعض التفاصيل. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية واجتماع عاجل يتحدثان عن مخاطر كبيرة. واحتفل الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمناسبة مرور 10 أعوام على إنشاء بيت العائلة المصري، وذلك بحضور شيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الإسكندرية تودروس الثاني. وقال شيخ الأزهر إن فكرة إنشاء بيت العائلة المصرية جاءت بعد إدراك أن اللعب على وتر الفتنة الطائفية لو ترك لقضى على الأخضر واليابس. واستشعر الأزهر والكنائس حينها خطورة الأمر،
حيث إنه كانت هناك قوى داخلية وخارجية تريد أن تسقط مصر. وأضاف أن هناك من يريد أن يقتل هذا البيت موتا رحيما، لافتا إلى أن أغلى ما يمتلكه الإنسان هو حرية الاعتقاد، ونحن نؤمن أن اجتماع الخلق على دين واحد هو أمر مستحيل. من جانبه قال البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إن بيت العائلة هيئة تعمل بجانب مؤسسات الدولة بجميع مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والدينية. أشار إلى أنها تعمل على حفظ القيم المجتمعية والتقاليد الأخلاقية ونشر السلام المجتمعي والدفاع عن حقوق الإنسان وتأكيد المواطنة والتعاون معا من أجل مجتمع أفضل. أضاف البابا تودروس الثاني أن تحديات هذا الزمان تحديات كثيرة، خاصة بعد الوباء، مثل جفاف المشاعر الإنسانية بسبب التباعد الاجتماعي، إضافة إلى تحدي آخر وهي الثورات الطبيعية المتزايدة بالفترة الأخيرة من زلازل وبراكين وحرائق وانهيارات جليدية أثرت على المناخ. وتابع أنه من التحديات التي تواجهنا جميعا دخول مفاهيم غربية على الأفراد مثل المثلية والشذوذ والإلحاد، لافتا إلى أن تلك التحديات تدعونا أن نجري حوارات على كل المستويات لحماية الشباب والأطفال وكل أسرة بالوطن العزيز. المصدر معنا كان من صحيفة صدى البلد والمصري اليوم. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، طبعا يعني الحمد لله مصر ربنا حافظها وذكرها يعني في القرآن الكريم وفي الإنجيل، والمسيحي والمسلم مستحيل يكون في بينهم أي عداء، والأفكار المتشددة يعني الحمد لله تم قضاء عليها ودي جت بإرادة شعبية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وربنا يحفظ مصر وشعب مصر العظيم. ننتقل مع بعض الخبر آخر وبيان عاجل من سامح شكري عن العلاقات الحالية مع أمريكا. وشدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أهمية مواصلة الجهود للدفع قدما بالعلاقات المصرية الأمريكية بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين. وحسب بيان وزارة الخارجية المصرية فإن تصريح شكري جاء خلال لقائه أعضاء البعثة المصرية في واشنطن على هامش زيارته الحالية للمشاركة في الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا. وينطلق الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا ويستمر على مدار يومين بمشاركة شكري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين. وأوضحت الوزارة أن الحوار سيتناول جميع أوجه العلاقات التعاون الثنائي ومجالات العمل المستهدف تعزيزها خلال الفترة المقبلة على ضوء العلاقات القوية والمتشعبة بين البلدين، فضلا عن التباحث حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وذلك في إطار مواصلة التشاور مع الجانب الأمريكي بشأن أبرز ملفات التعاون المشترك والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة. من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية إنه من المقرر أن يلتقي الوزير شكري نظيره الأمريكي بلينكين وعددا من مسؤولي الإدارة الأمريكية، كما سيتواصل مع مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ويعقد لقاءات مع ممثلين عن أبرز مراكز البحث والفكر. فيما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أنه من المقرر أن ينضم إلى الوزير بلينكين مسؤولين كبار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع، ويلقي كل من بلينكين وشكري تصريحات علنية في بداية الحوار. وأضافت أن الوفد بعد إذن سيناقش قضايا دولية وإقليمية وحقوق الإنسان والتعاون الثنائي في القضايا الاقتصادية والقضائية والأمنية والتعليمية والثقافية. وتابعت أن مصر شريك حيوي لأمريكا، مشددة على التزامها بتقوية الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر والتي استمرت 40 سنة من خلال تعزيز التعاون الأمني والنهوض بحقوق الإنسان وتنمية العلاقات الاقتصادية والعلاقات الثقافية المهمة. أشارت إلى أن هذا الحوار الاستراتيجي يمثل فرصة للنهوض بكل مجال من مجالات التعاون هذه لتحسين حياة الأمريكيين والمصريين على حد سواء. مصدر معنا كان من RT، وهذه يعني كانت يعني آخر تطورات العلاقات بين مصر وأمريكا، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر مؤسف وتفاصيل العثور على عروس البحر المهددة بالانقراض نافقة في مصر. عثرت مجموعة من الغواصين في مصر على حيوان عروس البحر المهددة بخطر الانقراض.
نافقة أمام شواطئ منطقة خليج أبو سومة شمال مدينة سفاجة بالبحر الأحمر. وقالت إحدى مرشدات الغوص شيماء محسن أثناء العودة من رحلة غوص: فوجئنا بالعثور على عروس بحر طافية على المياه ونافقة حيث يبلغ طولها نحو 3 أمتار. تقول أن سبب نفوقها إلى اصطدام أحد المراكب السريعة أو اللانشات بها منذ عدة أيام وجرفتها الأمواج للقرب من الشواطئ. واعتبرت محسن أن نفوق عروس البحر يعد خسارة بيئية كبيرة للثدييات البحرية بالبحر الأحمر، وتعد عروس البحر من الثدييات النباتية ويتراوح طولها بين 2.5 إلى 3.2 متر، وقد يصل 4 متر، ويتراوح وزنها بين 230 و 900 كيلو جرام. وخلال تناولها الأعشاب البحرية تصعد إلى السطح في أوقات غير منتظمة لتتنفس، لكنها في المتوسط تتنفس مرة كل 3 أو 5 دقائق، وتعيش إما وحيدة أو زوجيا أو في قطعان صغيرة بين 3 أو 6 حيوانات، ويتراوح لون جلدها بين البني الفاتح والرمادي، ويحيط بفمها شعر قاسي الملمس يفيد في الاستشعار، وتتنفس من قمة الرأس ما يتيح لها التنفس دون الحاجة للارتفاع كثيرا عن سطح الماء. المصدر معنا كان من صحيفة المصري اليوم، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. انتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل، بيان مهم جدا من الأرصاد بشأن حالة الطقس لجميع المصريين. كشف محمود شاهين مدير التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة. أكد أن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ستكون حول المعدلات الطبيعية خلال فترات النهار. وأضاف محمود شاهين خلال تصريحات صحفية أن درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والساعات المبكرة ستشهد نسمة برودة، لافتا إلى أن الشبورة ستكون على الوجه البحري وكل الطرق المؤدية إلى السواحل الشمالية. تابع محمود شاهين مدير التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن اللي بيرجع البيت متأخر أو بيخرج من المنزل مبكرا يخلي باله من انخفاض درجة الحرارة والشبورة المائية الكثيفة بالقرب من الطرق الزراعية أو من الطرق القريبة من المسطحات المائية. وأكمل محمود شاهين مدير التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الشبورة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق السريعة. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وهذا كان بيانا هاما جدا من الأرصاد بشأن حالة الطقس لجميع المواطنين. أترك لحضراتكم التعليق. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى تكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا IEB على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم. تحية طيبة ليكم وتحية طيبة لأبانوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.